السلام عليكم. في الحلقة دي حاب أقدم شيء مختلف، نخرج عن هوليوود شوية، نخرج عن الإنتاج الأمريكي ونروح في سلسلة جديدة في القناة وحسميها السينما العالمية. نروح فيها لأماكن متعددة حولنا العالم ونشوف إنتاج الأفلام والقصص والثقافات اللي بتقدمها السينما غير هوليوود. في الحلقة دي حأتكلم عن 4 أفلام من 4 دول مختلفة. أول فيلم حتكلم عنه هو فيلم ذا ويف، فيلم ألماني. فيلم ذا ويف بيتكلم عن مدرس حاب يعمل تجربة على الطلاب عنده. في التجربة دي حاب يوضح إنه في طريقة لو قدر إنه يسويها يقدر يحول الجروب أو فئة الطلاب دول اللي مشاركين معاه في التجربة هذه لنازيين، بالفكر النازي، بالفكر العنصري حق هتلر. الفيلم جميل جدا. الفيلم بيقول لك حاجة مهمة واللي هي سيكولوجية الجماهير. لو انت مستصيب انه شخص غبي زي ترامب هو اليوم قائد او رئيس امريكا، شوف الفيلم وحتعرف ليش. في طريقة معينة لو استخدمتها هتقدر تزعزع او تحرك المشاعر العنصرية عند بعض الناس وتخليهم كلهم يكونوا وراك. Du genießt es, wie sie dich vergöttern und deinen Unterricht strömen dir an den Lippen hängen. Der will euch alle manipulieren. Du musst es abbrechen. Sofort. Sag du mir nicht, was ich machen soll, okay? تاني فيلم معانا هو فيلم من كوريا، فيلم Old Boy. قبل ما أبدأ حاب أوضح إنه في نسخة أمريكية من الفيلم ده. النسخة دي مشوهة جدا، النسخة دي عار على أفلام المقتبسة من أفلام أجنبية في أمريكا. النسخة دي سيئة لأبعد درجة، وإذا شفتها أنت مدين لي ومدين لأي شخص شاف النسخة الكورية إنك ترجع وتشوف النسخة الأساسية، النسخة الكورية من إنتاج سنة 2003. الفيلم ببساطة يبين لك قصة شخص اختطف لمدة 15 سنة ونحط في غرفة انعزل فيها عن العالم، ما قدامه إلا تلفزيون، بيشوف كل حاجة لكن ما يقدر يخرج، كل يوم الأكل بيجي لكن ما يخرج. في يوم من الأيام وبعد 15 سنة يلاقي نفسه برا، يلاقي نفسه خرج، يفوق يخرج، يلاقي نفسه إنه في العالم الخارجي، وعنده 5 أيام بس لازم يعرف مين اللي سوى فيه كده. فيلم مظلم، فيلم فلسفي، والأجمل من ده كله إنك بتشوف الثقافة الكورية، شو قد إيش مظلمة، قد إيش يقدروا يبحروا في أعماق النفسية عشان يوصلوا لك حدث معين. نصيحة، أول ربع ساعة، أول ثلث ساعة تقريبا من كتر الدراما اللي فيها، من كتر إنه شيء غريب عن اللي إحنا والف نشوفه في التلفزيون أو في الأفلام، هتحاول تقفل الفيلم، لا كمل. فيلم يحبس الأنفاس جدا. فيلم أول ما تنهي هتقول أنا إيش شفت؟ ليش سويت في نفسي كده؟ فيلم جدا عميق، فيلم جدا سوداوي، فشوف على مسؤوليتك. ثالث فيلم معانا هو فيلم The Hunt. الفيلم هذا دنماركي. الفيلم ده بيتكلم عن الكذب، وبيتكلم كيف إنه الكذبة مهما كانت صغيرة، مهما كانت من شخص معين صغير كان أو كبير، لو انتشرت كيف ممكن تدمر سمعة شخص، تدمر حياته بالكامل. وعلى الرغم إنه الفيلم ده جاي من الدنمارك، ثقافة مختلفة عننا، لأنه وإنت تتفرج هتلاقي نفسك مرتبط معاهم جدا. هتسأل نفسك لو إني أنا مكان الأشخاص دول اللي سمعوا الكذبة هذه عن الشخص الفلاني ده، هل حأصدق ولا لا؟ كيف حأتصرف؟ كيف حأتصرف لو إنه أولادي كانوا موجودين في نفس الموقف هذا؟ جدا أشياء تلعب في النفسية. قد ما تقول لا مستحيل أصدق كلام الناس، افتكر أنا أب، وإذا كنت أنت أب أو أخ كيف ممكن تتصرف في الموقف ده؟ فيلم جميل في التعامل مع الظن، في التعامل مع الشك، في التعامل مع الناس ككل. فيلم درامي من الطراز الأول، وبيحكي بطريقة جدا جميلة واقع مرير بنعيشه اليوم وبنعيشه من زمان. Hvad er det, du forestiller dig, der er sket? Det er dem, der er blevet syge i hovedet. Vil du sige noget, Fyre? Helt by!
فيلم معانا هو فيلم من البرازيل، فيلم City of God. أحلى شيء في الفيلم ده إنه أخيراً حنشوف البرازيل من جوا، حنشوف البرازيل بعيداً عن منتخبهم، بعيداً عن اللعيبة حقتهم، بعيداً عن البن المشهورين به. هتشوف ريو دي جانيرو، هتشوف الحواري حقتها، هتشوف الشعب كيف عايش، هتشوف الثقافة البرازيلية. وهل فعلاً ريو دي جانيرو زي ما نعرف إنها بلد عصابات، بلد مجرمين؟ هتشوف الشيء ده من عين طفلين بيكبروا مع بعض وبيبعدوا عن بعض، واحد منهم يصير رئيس عصابات والتاني بيصير مصور. هتدخل وتتغلغل في شوارع ريو دي جانيرو، هتشوف ثقافة الإجرام وقد إيش إنها بلد فعلا فعلا مظلمة، فعلا بلد إجرامية خصوصا في حواريها. فيلم جدا جميل، وعلى الرغم من طوله إلا إنك هتستمتع جدا. ريو دي جانيرو، the beach, the nightlife, the romance. But 15 miles from paradise is a place called the City of God. A place where one man must infiltrate a war between two crime lords to tell a story the world needs to know. هذه الحلقة وأول حلقة من سلسلة سينما عالمية. من فترة للتانية حجيب أفلام من أقطار العالم كله عشان نسلط الضوء بعيدا عن هوليوود. وصدقوني الأفلام دي بعض الأحيان حتمسك وحتحرك فيك أكثر من أفلام هوليوود اللي مؤخراً صارت تعتمد على على الربح، على المادة. تبقى الأفلام اللي تمشي وتجيب لهم أرباح أكثر منها توصل رسالة. الأفلام الأجنبية زي ما يقولوا أو الأفلام العالمية بالنسبة لنا هي الأفلام اللي بتوصل رسائل، ورسائل بمعاني جداً جميلة. إن شاء الله من الفترة الثانية هديكم منها جرعة أكثر وأكثر. إذا عجبتك الحلقة قدرت تقول لي إيش في من الأفلام دي أنت شفته؟ إيش في أفلام تانية حابين أتكلم عنها في السلسلة دي في المراحل في الحلقات الجاية؟ أنا ماهر موصلي، أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.